ولدي وولدك بنتي وبنتك وليداتنا يا الحبيبة يا للا الحبيبة يا للا بنتي. ونتمنوا هذه الفرحه وسيد جمال الدين سديدي والسلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله تكون ان شاء الله في كل اسر ان شاء الله المغربيه ويسمعوا اخبار مزيانه بمناسبه الاعلان عن نتائج البكالوريا غدا ان شاء الله 10 الصباح. هذا موعد شنقول لك يكون يوما مشهود. اياك مجموعه ديال العائلات كتسنى وكتنتظر وخايفه وحايره، فكنتمنى ان شاء الله هذه الحيره هذه تكون ان شاء الله فرح باذن الله ان شاء الله يا رب. وحنا خصوصا بالنسبه للبكالوريا عندها واحد النكهه في العالم خاصه، لانها واحد الفاصل بين واحد الدراسه ديال الابتدائي والاعدادي والثانوي، يعني واحد 12 سنه نعم، والإقبال على الجامعة وعلى التعليم العالي شكل تاني، واللي من بعد كاين الشغل. إذن هي مصيرية خصوصا في هذا النظام الجديد اللي إن شاء الله غيتغير العام الجاي، ما يبقاوش المباريات بالحق ديال يعتمدوا على النقاط. يعني غير ربع نقطة مشات لك هذيك الحاجة اللي مشات الفرصة. وحنا قلنا البارح اللي تبعوا معنا قلنا هذيك التقنية ديال الرفق، يعني رغبة وفرصة وقوة باش تعرف المجال اللي خصك تشتغل فيه. يعني شنو المدرسة اللي غادي تاخدها اللي كتناسب الرغبة مع القدرات ديالك مع فرصة ديال الشغل. يعني أي واحد طالب يعتمدها بالحق دائما كتكون المرونة السلاسة، بمعنى كاين بلون أ بلون بي. مش إلا ما كانش هادي ما نقراش أنا صافي سالي تحبط حلم حياتي أنا ما نقدرش. لا كاين غير وزع البصر ديالك والفكر ديالك كاين ربما حوايج حسن من هذاك الاختيار اللي اخترتي أصلا. ودائما حنا الشعار ديالنا ديال هذا البرنامج بالخصوص تفاءلوا بالخير تجدوا لعله خير لعله خير. الله أدرى بالحوايج اللي غتسعدك وتسعد الأمة من خلالك أنت. حنا هذا الانتظار ديال الأسر تنطلبوا منهم مرة أخرى يخفضوا التوتر والضغط. واللي جات مرحبا بها. احنا اللي تيهم ما جاتش ما فيهاش خير ما فيهاش بهذا المفهوم ويكون اليقين. اليقين أنا عندي حسن الظن في أولادي، أنا اللي كان تيهمني أن بذلوا جهد النتيجة بيد الله. وشفت بعيني وحسيت انهم بذلوا جهد. فما نزيدش نعاتب الى ما حالفوش الحظ، وما نزيدش نكثر عليه الى ما دار والو، ما نزيدش يعني نغضبوا ونزيد نحزنوا الى ما حالفوش الحظ كما كان. فهاد المواقف لا للعتاب. نعم. بالعكس هو في حاجه ليا وما احوج في ذاك الوقت ان يعرفني كنبغيه. نعم. وكنبغيه علاش؟ حيت ولدي ما عندهاش علاقه لا بالبكالوريا ولا بالساتس ولا بالامتحان الجهوي ولا بجميع الاقسام بجميع المستويات. لان واحد الصوره نقربوها للمستمع، وانا متاكده ان راه اللي سمعني غيقول لي كاينه هذه الصوره. راه كاين اللي كيدير المحزون نهار اللي ولدو ما كيحالفوش الحظ، ماشي ساقط ما كيحالفوش الحظ في البكالوريا، كيدير المحزون. لا ماكله لا شراب، يا ربي تسمح لي بحال الميت كاين في الدار. وحنايا هذه المساله هذه ما خصناش تكون. أكيد لاحظي عقلتي على ديك القصة اللي كنا عودنا على توماس إديسون اللي تطرد ماشي رصب تطرد، يعني يفصل. راه كاين بزاف ديال التلامذة هما سيفصلون. قالت له سيفتخر بك وطنك يا توماس. كل أم تسمعها ولدي محتاج للهواء النفسي. وهذيك العصرة قلنا الفشل مدرسة النجاح، العيب ونبقى في بلاصتي. بالعكس كنحاول. وحنا قلنا الناس اللي تيرسبوا راه هما اللي غيكونوا اكثر عطاء. هذه راه حقيقه خصهم يعرفوها. انا راه ما دقتش الرسوب باش نعرف هذيك الحلاوات النجاح. اذا ماشي عيب. هذا تنقولوا الناس اللي ما حالفهمش الحظ يحتضنوا اولادهم ويعنقوهم. وغادي نقولوا الاساليب كيفاش نتعاملوا مع النتيجه بجميع المستويات. حنا تنشوف انا البيلتان بالنسبة للناس ديال البكالوريا مثلا، الناس اللي غادي تعطاهم الدورة الاستدراكية غدا غادي يعرفوها مع الخمسة العشية إن شاء الله، لأن في العشرة الصباح في المواقع الإلكترونية غتبدا النتيجة. بالحق في المدارس راه حتى الخمسة العشية، فالخمسة العشية راه من حقه ياخذ لي بيلتان. فهذيك البيلتان تيبان ليه شنو في عنده التعثر. وفي النظام ديال البكالوريا في الدورة الاستدراكية راه تناخذوا الأحسن. بحال دابا مثلا ملي كيدوز الدورة الاستدراكية تيقارنوا الرياضيات ديال الدوره الاولى مع الدوره الثانيه وتاخذوا احسنها. هو خصو ينتبه شنو النقطه اللي نزلاته. يعني واش الرياضيات الفيزياء او اللي خلخلت ليه النقط هو اللي خصو يشتغل عليها باش يطلع
النقطة هذه من البديهية، البديهية خصو ينتبه ليها، هذه واضحة واضحة. بالحق كيفاش غادي نستعد؟ كناخذ ورقة في العرض ويسمعوها مزيان وتبعوا معنا الناس ديال الدورة الاستدراكية، وانت نتمنوا ما يكونوش كلشي ينجح بإذن الله. إذا ياخذ ورقة، ياخذ ورقة في العرض في العرض ويكتب في أقصى اليمين تاريخ بدء التهيئ، بحال دابا مثلا غدا غيعطيو النتيجة الخميس التاريخ ديالو مزيان في أقصى اليمين مثلا شعل 25 كنك حق التواريخ في أقصى اليمين زهايمر مبكر. طيب وفي أقصى اليسار وفي أقصى اليسار تنديرو تاريخ الامتحان ديال الدورة الاستدراكية، راه في الغالب من هنا 10 أيام. نعم. إذن عنده 10 أيام باش أنه يخدم، باش يخدم. إذن تنقسم الورقة ديالي العشرة الخانات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سعود عشرة، عشرة. ها هما وحنا عطيناهم الوقت دابا باش يفصلوا فيها. كل خانة فيها ثمانية ديال الساعات، كل خانة ثمانية الساعات غيشتغل في النهار، يعني كل خانة تمثل يوم. ها هي هي هو راه يقدر يدير حتى التواريخ ديال كل خانة، التاريخ الأول يعني اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، حتى اليوم العاشر. إذا ثمانية الساعات لكل خانة. والمادة اللي غنبدا بها دائما المادة المحببة، رغم أن عندك شي مادة هابطة بدا بالمادة المحببة باش تكون مقبل ياك، تعطيك الرغبة. تعطيك الرغبة، الرغبة المادة اللي نتايا تحسيتي بها. علاش كنحبس نسبقو شلاضة؟ راه ضروري كتفتح الشهية بالحق. حتى الفواكه مثلا راه خصنا واحد الساعة قبل باش كنفتحو الشهية ونبدا. إذا 8 ساعات ونعتمدو 45 دقيقة و10 دقائق. إذا تاخذ 45 دقيقة المادة الأولى وتنرتاح 10 دقائق وكنرجع للمادة الثانية أو كنكمل المادة الأولى إلا ما كملتهاش وهكذا. ومن مباشر من مورا المادة المحببة المادة اللي أنا محتاج نعوض فيها النقاط. هو يعرف بأن أنا راه غادي ننجح، خصو يحدد المعدل شحال باغي تنجح، يكتب المعدل مثلا. راه رغم لان راه يعني لان الدوره الاستدراكيه بحال كتجي كاحباط، يعني بعد الوليدات كيقول لك ها العار غير نتنفس غير نخرج راسي من الباك، ما يطيحش في هذا الفخ. هذا هو اللي بغيت انايا نشير ليه وناكد عليه، ان الدوره الاستدراكيه لم تحسم النتيجه فقط. واصلا علاش داروها؟ باش الناس اللي متميزين تقدر يوقع له تعثر، تقدر يوقع بلوكاج، العقل التحليلي حبس. احنا بنادم ما تتعنيش انني ما في يديش ابدا. النتيجه لم تحسم، تنهضر على الناس اللي غتعطاهم الدوره الاستدراكيه، النتيجه لم تحسم ما تهبطش يديك. يعني اشتغل وحدد المعدل وعلي، يكون الطموح ديالك عالي، دير لينا 16 ودير لينا 17 ان شاء الله، ما ديرليناش ديال يا ربي غندوز ابدا. نحدد المعدل باش تعطيني داك الحافز، ومن بعد نتكلموا على قلنا الاسترخاء والايحاءات الايجابيه. اذا قلتي 10 ايام راها كافيه بالنسبه لانه يرى ترابي، انه اصلا راه موجد. نعم، غير غيعاود غادي يعاود بالحق بنفسيه، يعني تكون اكثر اقبال وفيها الامل والتفاؤل كبير. والامل في الله وحسن الظن ان النتيجه غتكون مربيه باذن الله. ان شاء الله. وتنتمنوا من الاسر يحتضنوه، وخاصكم تعرفوا الموات والبوات بان هذا الوليد هذا راه ملي مشى دوز الباك راه مشى على قبلكم، وملي بغى نقطه مزيانه راه بغاها على قبلكم، فنقدروا كذلك هذه التضحيه هذه ديال الوليدات. ونحتضنوه، وهو راه في حاجه للهواء النفسي والكلمات الطيبه، ونصيبوا له الجو. هنا عندنا رمضان. رمضان حنا غادي نعطيو الاختيار للانسان يخدم في النهار او يخدم في الليل. وان كان من نبغي نشير ان رمضان راه يعني العدد الكبير ديال المعارك ديال النبي عليه الصلاه والسلام كانت في رمضان، بمعنى ان الناس ما تبقاش تعتبر رمضان ديال انا عيان وما فيا، هادو ايحاءات سلبيه وطاقه سلبيه. ونعم لحظه، حنا فرحانين وجالسين معكم بخير. نعم. وعلى خير. نعم، نتمنوا نكونوا بخير. رياضه روحيه ونفسيه، رياضه روحيه. حنا مرتاحين، راه هي مساله غير مع اللاوعي اش كتقول لي. نعم. واش انت عيان ولا انت بخير؟ نعم. انا بخير وانا غادي ننجح وانا متفوق الى اخره. يعني بالعكس رمضان راه ما كتشغلك حتى حاجه، ما كاين لا غدا لا كاسكروت، الوقت كله ديالك. ان شاء الله استمتع وكن على يقين انك غتنجح باذن الله. باذن الله. ام ايمن من اكادير صباح الخير. خير.
اش اخبارك؟ لالا اهلا بك. الحمد لله. كديري نتوما؟ كلشي بخير الحمد لله. رمضان كريم علينا وعليك لالا. تفضلي. انا فرحانه كنهضر معاك نتي الاستاذ الله يطول في عمرك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا على هذه الفرحه هذه. شكرا شكرا. بارك الله فيك استاذ جيهان. الله يجازيك بخير. انا عندي واحد عندي جوج مشاكل. مشكل ديالي ومشكل ديال ولدي. عندي ولدي عنده 50 و 3 شهور كيمعصب بزاف درجه كيبقى يصيب السنان ويبقى يجمع في يديه مع الصباح كيبقى كيبكي ما كنعرفوش مالو مع الصباح وفيه عاوتاني مؤخرا ولات فيه واحد القضيه كيبقى يغسل يديه الا ما غسلهاش حتى 20 مره في النهار تيقول لك يديه موسخين يبقى يدخل للطواليت يغسلهم ويخرج ويغسلهم معصب بزاف ما عرفتش هذا الشيء منياش والمشكل ديالي انا انني انا جاتني واحد الوقت بحال اكتئاب بحال ديبرسيون مع مزيره كنحس بالبكيا ودابا ولا كيطر ليا النعاس دابا مرت كاع عضويا يعني وليت كنحس بيديا كيترعدوا القلب ديالي كيضرب لدرجه دوزت عند طبيب القلب قال لي يمكن هادشي ستريس ما عرفتش زعما هادشي بحال الاحباط مخلوعه خايفه ما عرفتش شنو هادشي اون باغالي مع هادشي عندي ثاني مشكل مع العجوزه ديالي اتهمتني بشحال الحوايج اتهمتني بالسحر اتهمتني كنفرق ليها وهادشي كمرضني من ساكنه معاها ساكنه معاها لا ما ساكناش معاها ما ساكناش معاها مزيان هادي مزيانه ما ساكناش معاها ولكن دائما الاتهامات تقول ما بغات اي حاجه مشيت عندها درت لي كنمرض اي وقت مشيت خصها تلصق لي شي حاجه ما يمكنش دائما انا ما مزياناش انا مش عويده وانا الحمد لله ما كبرناش هذا الشيء ما كيبقى فيك الحال عرفت ام ايمن نعم شحال في عمرك؟ انا عندي 32 سنه باقا صغيره والزوج ديالك شحال عنده؟ عنده 38 عام 38 سنه لحد الان ما هضرتيش على الزوج ديالك فين هو؟ هو خدام وزعما حلوه هو شويه صراحه شخصيته شويه ضعيفه قدام العائله ديالو ما يقدرش يقنع ما تيقدرش تيسمع وتيسكت تيقول لي صبري راهم واعرين راهم صعاب صبري صافي هذا هو الهضره اللي عنده ما عندي ما نقول لك تيقول لي صبري هو هذه الحاجه اللي تيطلب منك هي راه صحيه حيث الصبر صفة مشتركة بين الناجحين أي واحد شتي متفوق أو نجح في علاقته الزوجية أو مع أولاده الصبر الصبر مفتاح الخير وبشر الصابرين إن الله مع الصابرين الصبر أكيد مهم جدا إذا أنت يطلب منك صبر دابا في علاقتك معه كي دايرة علاقتك معه في وسط الدار لا والله عمرها دار صراحة الله ما عمره خسر ليا ولا تجي حاجة ما نكذبوش زعما هذا شرد الحق نقول الحق ماشي ما صراحة الله ما عمره خسر ليا ولا قلق ليا خاطري ولا ما عندي ما حتى شي مشكل هو صوف قلت لك هذيك القضية ديال أنه بلاتي أم أيمن دابا قلتي العلاقة ديالك معاه مزيانة نعم أستاذ كي داير علاقتكم بجوج مع ولادكم هو تيلعب معاهم صراحه ملي كيجي كي وقته كامل ليهم تيلعب تيتفلى معاهم ما كاينش عصبيه لا هو ما معصبش نهائيا ندوزو لك انت انا قلت لك فضل من شهر 11 لهنا شويه مزيره بحيث كنت كنقرا في الكليه وفي نفس الوقت كنربي وهذا ما عرفتش شنو هذا الشيء ولا كيجيني كنترعد كنتعصب مخلوعه خايفه كيطر ليا النعاس المشكل عندك لالا ام ايمن دابا ماشي تا ولدك دوزتي هاد القضيه ديال بعدا اللي تيبغي يغسل يدو بزاف شكون فيكم اللي تيطلب منه النظافه بزاف؟ كنا واحد الوقت كنقولوا لي غير غسل يديك باش تاكل ماشي بالحق دابا هو كتفرضوها ماشي بزاف سير غسل ولدي يديك وكنمشي نزيرو بعد المراتين ما تغسل يديك دابا هو لي جوه ديالو ما خصكش تمسيهم ليه الا مسيتي ليه شي حاجه تيقول لك وسختيها ليا بيديك يبقى يغوت يبقى تصور بعد المرات ساعتين هو تيبكي يسكت خمسة دقائق ويبدا عاوتاني يبكي 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 ما تيحبسش ما تنعرفوش كيفاش نتعاملوا كنخليه حتى كيبكي حتى كيهيا شويه تيشد خاطر عاوتاني تيسكت ما عرفناش هذا المشكل هو لازم تشوفي شي اختصاص حيت هادي ما غاديش نقولوا حنا ما نقدرش لنا بزاف الحوايج درتي العصبيه قلتي الاكتئاب كاين علامات ديال الوسواس التي الوسواس انه الوسخ يعني تيخاف منه النظافه علامات خص يشوف شي مختص نعم فهمتي كيزير على سنانه قلتي ياك عنده عصبيه ممكن تكون وراثيه
هذه القضيه ديال النظافه كتكون في الغالب من الاسره انها تتفرض بزاف النظافه، ويعني الفراشات ديكاد يعني كل حاجه تحط كاين الناس اللي لا استاذ لا ماشي انا من داك النوع زعما عادي زعما ماشي حاجه مجهده غير عادي جدا ما كما هذيك عادي راه كل اسره في شكل فهمتي ام ايمن وفضيل انها نعم. تشوف شي اختصاصي شنو ممكن نعطيو الحاجه اللي نعطيو ليها انا الاساس يتيمم ام ايمن قطعي الماء واحد النهار وشوفي لا ام ايمن الحاجه اللي مهمه جدا هي انت انت خصنا نعرفوا علاش فين هو المشكل عندك علاش ما عندكش هذا الهدوء الخوف مناش السلام الداخلي آه. خصها السلام الداخلي اش تكون قريبه في الرباط تجي ما كرهت انا كاينه في اكادير ما كرهتش اتصلت ليكم في لو سونتر قلت لهم واش ما عندكمش شي كوتش هنايا تابع ليكم في اكادير قالوا لي لا ما كاين احنا ما كرهناش دابا تنزوقوا فيهم هاد لي كوتش واحد النساء متميزات شي حد فيهم يفتح في اكادير ولا يجيو الناس من مدن اخرى ويتكونوا هنايا في الرباط علاش لا علاش ممكن دابا يجيو هما كيجيو عندنا ناس من جميع المدن نعم. المغربيه في مركز المشوره لا بالنسبه للسلام الداخلي ولا بالنسبه للكوتشين ديال الانسان يشتغل على ذاته المرافقه ديال مثلا اولادك والزوج ديالك وقبل منهم انت دابا حنا اللي نطلبوا منك ام ايمن في الانتظار خصك تكوني تديري الرياضه بديها فورا نعم خصك تديري الرياضه خصك تكوني كتقراي الكتوبه نعم فهمتي تاخذي كتاب ديال لا تحزن خذي كتاب لا تحزن عندك قريتي قريتي قريت فيه تقريبا وصلت مازال النص ما كملتوش النص ما الا طلبت منك شنو التعلمات اللي خديتي واحد جوج ثلاثه نعيش في الحاضر ما نعيش هذه تقريبا هي اللي بقات لي في راسي بزاف انا نعيش اللحظه تعيش اللحظه شنو كتعني ام اي مش كتعني نفرح باللحظه فاش كاينه نحاول نستمتع بها وجربت استاذ ديك المساله ديال انني كنوقف قدام المرايا تلقى تنقول انا اليوم سعيده انا خصني نعيش بسعاده هذا النهار انا راه واعره انا متفوقه في كل شيء انا ام ناجحه كنديرها واحد 3 ايام من بعد صافي كنقدرش معش كتقدريش تكملي ما وصلتش عليها ما عندكش النفس النفس مساله النفس وصبر وخاطر هذا الصبر اللي تيطلب منك الزوج ديالك بقى تغيري الحوايج يعني مثلا حتى بالنسبه مثلا لمشي كتمشي للسوق ما تمشيش من نفس الطريق بقى تغيري تبقى تبدلي وحوايجك تبقاي تبدلي الاثاث بدات تبدلي حطينا هاد لافاز هنا مثلا هاد المزهريه في هاد الموضه نبدلها هاد التغيير مهم جدا على النفسيه ديالي ومني تقراي لا تحزن ما تخليش تقراي النصف لا لا قراي لي 10 صفحات وكتبي ثلاثه التعلمات كتبي ثلاثه التعلمات فهمتي ام كتبي ثلاثه التعلمات ثلاثه التعلمات هادوك خصك تهضري مع راجلك او شي صديقه ديالك وخصك تطبقيهم فورا على حياتك نعم مزيان خصك تشغلي دخلي لشي جمعيه ولا شي حاجه الا كان بالنسبه حسب لولادك الصغار مع من تخليهم شهور ياكلوا الوليد والبنيه عندها عمونس ممكن ديها معك الجمعيه شوفي الاعمال التطوعيه حتى لما كنتيش كديريهم شوفي الناس اللي تيديروهم فاتحي على 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 المحيط ديالك ما تبقاش مقوقه نعم عيشي اللحظه شنو كتعني ما نفكرش في العجوزه ديالي كنعيش اللحظه مع وليداتي هيني مطلوب منك تمشي تزوريها مني تزوريها ركزي على الحوايج الايجابيه وقولي انا اليوم غنكون معها بخير وعلى خير لان الا فكرتي بان ديما كدير لي النكد كتصرفي انت وفق ذلك بحال دابا كتمشي حتى انت هازه وجهك وما كتشوفيش فيها بمعنى انك تسلم مهبطه وجهها في العموم انت باينه مزيانه مهبطه وجهها ام ايمن نعم عينك حاضره كيكون رد الفعل بحال تنقولوا هذاك التوقع ديالي راه هو الواقع اللي غيكون انا غادا عواله الله يخرج العاقبه بخير انا غادي تنقول السلامه السلامه يا ربي انت كتقوليها انت غادا بواحد النفسيه اللي غتجيب لك الحاجه من نفس الشكل اللي غادا به غتجيب لك المشكل غتجيب لك المشكل اذا تنقول لك التوقع ديالك هو الواقع ديالك ولهذا انا ملي كنرجعوا للحديث ديال النبي عليه الصلاه والسلام ملي تنقولوا تفاءلوا بالخير تجدوه نعم. مش اللعب هذا راه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اذا ملي تمشي انت مقبله وضربيها في قلبها هضربيها بهذا المعنى ديال تبارك الله لك اقول انا فرحان اليوم جيت اليوم كتعجبها ديرها او دير لها شي فولار في هذه المناسبه سيري عندها قولي لها جمله وحده عقلي عليها ام ايمن نعم. قولي انا جيت نقول لك واحد الجمله خصني نقولها راه ما قدرتش قابطاني نعم. عمري ما ننسى خيرك انك ولدتي لي هاد الزوج ديالي رائع عرفتي واحد التربيه قولي لهاد الجمله ما تزيدي عليها ما تنقصي نعم واخا ام ايمن
سترين عجبا اليوم ان شاء الله. اليوم قولي هذه الجمله معاها وتشوفي اش غادي يوقع. بالنسبه للولد ديالك ما تدوزيليش طاقه سلبيه، تغافلي على هذا الغسيل. تغافلي على هذا الغسيل وتقربي ليه بزاف. إذا كان عندك شي مثلا ولاد العائله الاقران ولا ولاد الحومه يبقى يمشي معاهم، خصو يدخل في وسط الاقران. انا ديما تنقول دور الشباب ولا جمعيات يدخل مع الدراري، فهمتي؟ باش ننسيو تدريجيا هذه المساله ديال النظافه اللي تكرر نهائيا، وتندوزوا عليه بطريقه سلسه. راه مره واحده مش مره، ثلاثه المرات كافيه. وكذلك حتى لا بغينا نهضروا لي معاه على الوضوء، راه ثلاثه المرات كافيه، وهي غير مره واحده وكافيه. وتنصبر عليه بالحق، تنتغافل عليه، وخا تيديرها قدامي تندير راسي ما شتهاش باش ما ترسخش عنده. وبالتوفيق ام ايمن، شكرا لكم، الله يجزيكم بخير، الله يستركم، الله يجعل ان شاء الله مشاكلك كلها ان شاء الله تكون محلوله ان شاء الله. فرحانة بارك الله فيك، خليتك على خير. بارك الله فيك، شكرا على خير. الوسواس القهري ممكن وممكن نصنفوا مثلا هاد الوليد في هذا التصنيف هذا ديال الوسواس القهري، انا كيوصل يدو بزاف ديال المرات، يعني حسب المده، اشاره من الاشارات، وهي اشارات يعني خصنا غير ما خصهاش تزيد تتطور، ما خصناش نرسخوها وما خصهاش تطور، ما خصهاش تطور. وهي هي مثلا بالنسبه للعائله، العائله خصهم هما ياخذوا دروس في شنو هو الوسواس القهري. يعني مثلا كاين الانترنت، كاين كتوبه يشوفوا كيفاش يتعاملوا، لان اهم عنصر في الوسواس القهري هو الاسره. كتكون عندها يد في هذا، خصها عندها يد انها تقدر تحتويه، لان راه شنو واش كتكون سبب في هذا الوسواس القهري؟ ممكن بحال دابا هنا النظافه، دابا حنا كنا دخلنا معها في التفاصيل. في الغالب مجموعه ديال الاسر بكثره ذاك النظافه، خصك تغسل، خصك دير هذا، حيت تقاشر دير دير دير، وكنبداو نعاودوا لا ما غسلتيش مزيان، غير كذبتي ما توضيتيش، حتى الوضوء ما تنحببوهش ليه، لا ما توضيتيش مزيان، بديت تغافل. ملي تنرسخوا فيه ديال كيبدا يعيف، الكاس الا قستيه ما يشربش فيه، لا ما مغسلوش مزيان، كيبداو يشمو، لا فيه ريحه البيض، راه ما تغسلش مزيان، وكتبقى تكبر معنا. ملي كتولي تهلك، يعني كتولي تاثر على السير العادي للحياه، كتدخل في الوسواس. حاله مرضيه. نعم. والوسواس قلنا شنو هو؟ قلنا هو افكار، تجينا افكار غير صحيحه، ولكن هو عارفها غير صحيحه، ولكن لا يستطيع التخلص منها. نعم. الوسواس القهري في التعريف ديالو باش يعرفوه الناس، يعني هذيك الافكار الا بغينا كاع بحال نقولوا نسميوها افكار غبيه، بالنسبه لي هو عارفها تافهه، يعني التوافه، كيقول لك انا عارفها، انا ما قدرتش نتخلص منها. العائله خصها تعرف بان راه صعيب، ما قادرش، ماشي تقول لي اش كتخربق، وكاين اللي كيضربوا، اش كتخربق عليا، لا انت غسلتي 50 مره وتبقى يدوشوا، ما نقيش هذا الفراش ديالو كيفاش تواحد راه ما بيدوش. خصهم يعرفوا هذا الادراك ان ما بيدوش، خارج على السيطره ديالو، خارج على السيطره ديالو. داكشي باش كنقولوا حنا الاسره خصها تنتبه لهذه القضيه ديال الوسواس القهري، ومن اصعب الاضطرابات النفسيه هو هذا. يعني حتى في التعامل ديالنا حنا دابا ملي تيجيو عندنا صعيب، يعني مولاه باش تخرجوا. ولهذا تنطلب من الله سبحانه وتعالى يكون مع الاسر اللي عندهم هاد الاولاد، ولا الزوج ولا الزوجه، يقبلوا عليه ويتعايشوا معاه، بالحق راه كيتشافى. نعم، باقيين حنايا مع الامتحانات ومع نتائج البكالوريا، تكلمنا على الدوره الاستدراكيه وعلى الوليدات ديال الدوره الاستدراكيه كيفاش يتعاملوا مع هاد 10 ايام، كيفاش نتعاملوا معهم حنا داخل الاسره. نتكلموا شويه على الوليدات اللي ما كانش الحظ معاهم. اذا الوليدات اللي ما حالفهمش الحظ في البكالوريا او في غير البكالوريا، في جميع المستويات. نعم. كيفاش اولا نتقبلوهم ونبينوا لهم في هذه اللحظه بالضبط اننا كنبغيوهم، نعنقوا ونفكروا احنا في الوقت اللي كان ممتاز ومتميز، او الناجحين اللي تعثروا كثير، يعني لا توماس اديسون ولا اينشتاين ولا ابراهام لينكولن، كلهم هذول العقاد، يعني العقاد راه خرج من الابتدائي حتى هو، ولا في الادب العربي راه ما شاء الله عليه. اذا مجموعه ديال الناس اللي تعثروا في البدايه ديالهم، اسماء عظماء اغلبهم تعثروا، يعني ماشي عيب، خصني نفكروا في هذه الحاجه. وانا انت ولدي وتبارك الله، ونهائيا العتاب ممنوع، او
انت اصلا ولا المقارنه راه نجح ولد فلانه راه سمعتهم كيزغرتوا راه نجح يعني كيزغرتوا الله يجازيهم بخير والله يسهل عليهم ويمشيو نهنئوهم علاش لا هنا عندك يكون الحسد ولا شي حاجه كل واحد والحساسيات وفي العائله دابا كلشي كيتسنى والتليفونات ولد عمو وقعوا مشاكل في العائلات بسبب نتائج البكالوريا وكنبقاو ننظروا نعم مثلا هو هو اللي مفشينو ها الموتور ها الفيسبوك ها الانترنت هذا الوقت ماشي العتاب ارجوكم راه قال لي ولدي كان كيجلس في القهوه لا راه كان او كاين اللي تيبقى يقول لي واش شنو درنا يا راه ما عندك شتي هادشي اللي درتي ايوا جري مع راسك شوف فلان واش ابدا بركه علينا من هادشي بركه بركه خصنا نحبوا ولادنا احنا راه كنساهموا في اننا نبنيو انسان نصنعوا جيل وها باش نصنعوا جيل ما نصنعوش جيل مريض ومعطوب نعم تماما احنا خصنا التوازن الشخصي الابناء ديالنا هذه فتره حرجه بالحق حنا عوض من نهضروا على الولد راه نهضر عليك انت بعدا خصك تقبلها بقلب رحب انت حيت راه الاب اللي سقط والام اللي سقطات حنا وصلنا لسقط عينه ونهربوا من سقطات ذكرتيني بواحد الصديقه ديالي نهار جابت النتيجه لامها وقالت لها نجحت في البكالوري تشوفها امي تقول لها واش كنتي انت كتقري بعدا في البكالوريا بعدا يعني تما ما سيقاش ليها الخبر واش كانت في البكالوريا ولا لا شوف الناس كيفاش اللي بغاو يقراو كيقراو ما محتاج لباه ولا لمو اكيد محتاج سند محتاج الحب اهتمام ولكن شوف امها يعني بالبساطه ديالها والتلقائيه ديالها انا قالت لها واش انت كنتي بصح البكالوريا بها انه استاذ جمال الدين سديدي هاد الفقره ديالنا وليداتنا راك معنا ان شاء الله طيله الاسبوع مستمعينا